السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس؟ توحشتكم بزاف كيف ديما. اليوم جبت لكم وصفه جديده وزوينه، كالامار معمر بالكفته. المقادير ديالتنا غادي تكون كالامار غسلينو منقينو بالملحه والماء، مطيشه، كفته، الرز، البصله، معدنوس، البيض، الزعفران، الملحه، ثومه، فلفل اسود، كمون، جنزبيل وفلفل احمر. وغادي نديرو مع الكالامار سلطه ديال اناناس بزبيب وجوز اللي هو القرقع. نبداو، غنجيب الطنجره ديالي، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، البصله، المعدنوس، ثومه،
غادي نخرج فاصل ونعمر انا الكلامار، وحيت غنعمرو غادي نحطو في طنجره باش يطيب، ونعاودو تاني نتلاقاو باش نشوفو كيفاش غادي نديرو لا سالاد. غادي نطلع فاصل وغادي نرجع نوريكم كيفاش غادي نقدم لا سالاد وكيفاش غادي نقدم لي كالامار بالكفته. ورجعنا لكم حبيباتي، سالينا الحلقه ديالنا. حنا كنقدموا في المغرب الكالامار هكا، نتوما يمكن لكم تقدموا الا بغيتوا كل واحد ديروا له لاسيت ديالو كيف ما حبيتوا. الاناناس درت له زوقته بالقرقاع وحطيته، ما محتاجش كثر، هو بوحديتو راه مزوق ومقاد ما خاصو والو.
وتتزيدي شويه ديال الحامض، الحوت كيبغي شويه الحامض، زد شويه ديال الحامض حطيته على لي كالامار وصافي. وبهكا حلقتنا تسالات، ونعاودوا ثاني نهزوا الرحال من المغرب للجزائر ونديروا حلقه جديده ووصفه جديده. السلام عليكم.